وصلنا لختام محطاتنا الصباحية وفقرتنا الطبية، أيضا مو بعيدة كتير عن الموضوع اللي كنا عم نتابعه قبل شوي بالتقرير وهو عن طب الأسنان. اليوم رح نحكي عن مشاكل كتير بتمر مع الناس يوميا، ممكن يكون هالمشاكل جزء منها هو سوء عناية وسوء اهتمام بصحة الأسنان والفم، والبعض منها مشاكل منشأها وراثي، وأيضا إذا ما تم معالجتها بشكل مبكر ممكن تؤدي لمشاكل أخطر بكتير. ولكن سلمى اليوم رح نخص الأطفال بهي المشكلة، كتير من الأطفال ممكن نشوف عندهم مشاكل وتشوهات بأسنانهم ممكن عبر العادات أو التقليد، العادات يلي بيتبعوها بحياتهم، أو ممكن حتى ياخذوا الطباع الغير يعني صحية من حدا من أهاليهم، ممكن صحيح هالشي يأثر عليهم ويؤدي كمان لتشوه. رح نتعرف على أشكال التشوهات عند الأطفال وسبل العلاج، وأيضا كيف ممكن إنه نوقي حالنا منها. كل هاي الأجوبة رح يجاوبنا عليها الدكتور اليوم عماد الأيوبي، أختصاصي في علاج الأسنان وتقويمها. صباح الخير صباح أستاذ. الخيرات يا ميت، أهلا وسهلا. صباح الخير دكتور، يسعد أوقاتك. الله يسلمك. خلينا نبلش بأول المشاكل أو القصص البسيطة اللي هي ممكن تؤدي لتشوه الأسنان واللي كتير بنسمع عنها، اللي هي لما الطفل بده يبدل أسنانه اللبنية. تمام. هون يمكن بتبلش أول مشاكل طريقة خلع الأسنان، بعض السلوكيات اللي ممكن تكون خاطئة. خلينا نبلش من هون. هلأ حابب أرجع معك كمان خطوة لبرا قبل الأسنان اللبنية. هلأ من المشاكل اللي كتير بنواجهها أو الأسئلة أو الأهالي اللي بيتوقع أنه عندهم مشكلة هو تأخر بزوق الأسنان عند الأطفال. يعني كتير أهالي بيجي مثلا جايين عنا على العيادة لسه جايبين بيبي معه عمره 8 شهور 9 شهور لسه ما طلعوا أسنانه. هلأ هو وسطيا بعمر 6 شهور بس هي النقطة اللي بتبلش تظهر عنده أول شيء القواطع السفلية، بس هو عمليا لو تأخر لعمر السنة ما في عنا مشكلة نهائيا. هلا اكثر من هيك ممكن يكون في عندنا مشكله على الصعيد السني، ممكن انه يعني ما تكون كثير بتشغل البال بس ممكن تقودنا لمشاكل ثانيه ساعتها. يعني في كثير نحن عندنا دائما مقوله بنقولها لطلابنا انه الفم هو مرآة صحه الجسم، وكثير من الامراض ممكن نكتشفها مبكرا عن طريق الفم. يعني مثلا احد الامراض اللي ممكن نكتشفها اذا ما كان في عندنا اسنان مؤقته موجودة بازغة ظلت أكثر من سنة، ممكن يكون في عنا سوء بالتعظم بكل عظام الجسم. لهيك ممكن نوجه الأهل، يعني طفل بيبي لسه لا بيمشي ولا بيحكي وطبعا ولا بيعمل أي شيء، ممكن إحنا من خلال أنه شفنا أنه ما بزغوا عنده أسنانه ممكن نوجه الأهل أنه راجعوا طبيب مثلا عظمية أطفال أو راجعوا الاختصاص الفلاني، لأنه ممكن هالشيء يقود لشغلات تانية. بينما بشكل عام والشيء الشائع أنه لحتى لعمر السنة لو ما بزغ أي سن ما في مشكلة، غالبا بعده أنه بيزغوا لأنه فقدانه هو مرض نادر وقليل ما يصير أنه هن فقدان كامل للأسنان المؤقتة أو الدائمة. نجي هلأ مثل ما قلت للخطوة اللي عم تحكي عنها اللي هي مرحلة التبديل. هلأ كمان هي وقتها هو يفترض بعمر 6 سنين ببلش أول، طبعا بيختلف شوي بين الصبيان والبنات، بس بعمر 6 سنين القواطع السفلية بتبلش انه تتحرك، اول ما يفوت على المدرسة ممكن انه يبدلون. كمان اذا تأخر لعمر 7 سنين كمان ما في مشكلة، يعني هو ممكن نقول طبيعي بس اكتر من هيك لازم ندور على مشاكل تانية. ممكن تكون مشاكل هرمونية، ممكن تكون مشاكل باللثة لثة سميكة، ممكن يكون عندهم امراض عامة، وممكن يكون حتى فقدان بالاسنان الدائمة لسن او لمجموعة من الاسنان. الفكره اللي دائما بقولها انه يفترض بعمر باعمار معينه نراجع الطبيب سواء لاحظنا مشكله عند الطفل او مو موجوده، اللي هي مرحله الاطباق المؤقت لما يكتمل، يعني بعمر ممكن مثلا 5 سنين 6 سنين، وبعمر 10 سنين 11 سنه حتى 12 سنه اللي هو لما يكتمل الاطباق الدائم يفترض يراجع الطبيب لحتى يشاف اذا في مشاكل او لا. بقى هي المشكله بالنسبه لتبديل الاسنان. هلا عم تسالين انه في عادات خاطئه لازم نقلع السن ما لازم نقلعه، وهي الشيء اللي بيقرره كمان هو الطبيب. يعني في بعمر 6 سنين صرنا بنحسن نصور الطفل، بنحسن نشوف اذا في عنده في داعي لقلع السن او لا، مو دائما لازم نقلع السن المؤقت لحتى يطلع السن الدائم، بس في عندنا بعض الحالات وخصوصا بالاسنان السفليه بنشوفها انه في عندنا السن الدائم عم يطلع لجوا،
والسن المؤقت لساته موجود، بهيك حالات ممكن يكون مستطب انه نقلع له السن المؤقت، وممكن نحتاج لمعالجه تقويميه نبلش فيها من هالعمر او لا ممكن انه ناخرها لبعدين. طيب يعني في كثير معطيات عندنا لازم ناخذها بعين الاعتبار. طيب دكتور، حكينا عن اسباب ممكن تكون من عادات تقليديه، يعني اذا الطفل بياكل مكسرات كثير ممكن ما يتاثر او حلويات، فطفل ثاني ممكن يتاثر ويكون عنده ضعف باللثه ففورا يتاثر ويصير في عنده ممكن تشوه باللثه او بالاسنان. خلينا نحكي عن المشكلات الكبيرة يلي بتعرض غير السبب الوراثي اللي بتعرض لتشوه الأسنان. تمام. هلأ غير السبب الوراثي كمان حأرجع لورقب قصة المكسرات، في عنا بمرحلة لسه الرضع في تناذر اسمه تناذر الرضاعة، اللي هو البيبي اللي دائما بيكون حاطط الببرونة بتمه وما بينام غير عليها، والدته دائما حاطط له ببرونة واللهاي. تمام. أو اللهاي. هلأ هي بتعمل مشاكل وهي بتعمل مشاكل. بالنسبة للهاي ممكن تعمل مشاكل على مستوى التقويم، مستوى انتظام الفكين، بيصير في عنا بروز بالفكين، بيصير في عنا فراغات، بيصير في عضة مفتوحة، يعني بتعمل مشاكل. بس بالنسبة للببرونة غير قصة انه المشاكل التقويمية نتيجة انه حاطتها، وجود الحليب المستمر ضمن الفم انه طول ما لو قاعد عم يرضى بخلي يصير انه الاسنان كلياتها ممكن انه تنتخر. بتشوفوا في اطفال كلهم يا اما دايبين اسنانهم او كلهم منكورين، وهدول بيأثر كثير. اول شيء بيأثر على نطق الطفل، يعني الطفل اللي اسنانه مسحولين او مقلوعين بده يبلش يتعلم الحكي بهالوقت، مخارج الحروف كمان هالشيء بياثر عنده، بده ياكل ما حيحسن ياكل، حياثر على نموه بشكل عام وعلى صحته بشكل عام. الحاله الاجتماعيه، يعني عمره 4 سنين ممكن يروح على الروضه، رفقاته ممكن انه يضحكوا عليه او مو ممكن، هذا الشيء شائع للاسف. صحيح. كمان حياثر على هالشيء. بقى كل هالقصص هي اللي هي مثلا الرضاعه المستمره ممكن تسبب تناذر الرضاعه، اضافه لبعض العادات الخاطئه اللي بتبلش ممكن اول شيء مع الاهل نتيجه الغذاء الخاطئ، السكاكر طول ما قاعد عم ياكل عم يرطش، شيبسات، الاكل الدايت الغلط، او لما يفوت على المدرسه، خصوصي بالنسبه للشباب ببلشوا بقى عوايدهم تحسن تفتح كان في اذا ما بتتذكروها الكولا او القازوز كنا نسميها، ممكن تفتحها باسنانك تكسر الجوزه، يعني بنشوف شوفات نحن انه هي تحدي بينات بعض شو بتحسن. ما هي من العادات السيئه طبعا اللي بتسبب كسر سواء اسنان اماميه او اسنان خلفيه، وبالتالي بتعمل مشاكل لبعدين. اكيد. طيب دكتور، خلينا نبلش نحكي شوي عن التشوهات الخلقيه اللي هي ممكن نكتشفها من اعمار صغيره عند الاطفال واللي بتاثر ايضا على وضع الاسنان. هلا هون في عنا بالنسبه للفكين وفي بالنسبه للاسنان. بالنسبه للفكين هي ما حتنكشف غير شعاعيا او عند اخصائي، اللي هو مثلا بروز الفك او تراجع الفك السفلي الكبير، هي شغلات ممكن تكون وراثيه، وبهيك حالات كل ما بكرنا بالمعالجه كل ما كان احسن. يعني في عنا بعض الحالات الاسعافيه اللي بنبلش فيها من عمر 4 أو 5 سنين كتقويم بالنسبه للطفل. بالنسبه للاسنان غالبا اما بده ياثر على شكل الاسنان او حجم الاسنان او حتى لون الاسنان، او حتى الاسنان ما تكون موجوده نهائيا مثل ما حكينا او قسم منها. اكثر اختلاط شائع او اكثر شيء ممكن نشاهده هو صغر حجم الاسنان في رباعي او بنسميهم رباعيات الوتديه، يعني بيطلع عنا السن حجم شكله بيكون وتدي، وهي الشغله هي وراثيه غالبا بتكون موجوده يا اب يا عند الاب يا عند الام او حتى عند يعني العائله، مو شرط تكون موجوده على الاثنين باعتبار هي صفه متنحيه. هي من اكثر المشاكل اللي بنشاهدها. مشاكل كبيره ممكن تكون وراثيه مثل ما قلنا، سوء تصنع بمثلا سوء تصنع وريقه خارجيه طبعا، مثل ما قلنا بيكون في عندنا مشاكل على مستوى الاسنان، غير هيك بيكون عندنا مشاكل على مستوى العظم، مشاكل على مستوى الاظافر، مشاكل على مستوى الجلد، هي كلياتها مؤشرات ممكن نكتشفها عن طريق فم الطفل. مشاكل اكثر من هيك اللي هي مثلا تلون الاسنان او اصطباغها، هالشيء كمان ممكن يكون نتيجه لو مو وراثي، ممكن يكون نتيجه شيء بنسميه تناول كميه زائده من الفلور اللي بيؤدي لتبقع فلوري، وهي بنشاهدها بمناطق معينه اللي مثلا بيشربوا مي فيها كميه فلور كبيره، كمان هي كل ما عالجناها بشكل ابكر كل ما وقفنا المشكله من انه تتطور، كمان ممكن نكتشف هذا الشيء، يعني هي بشكل عام هي المشاكل اللي ممكن انه نشوفها. طيب دكتور، خلينا نروح على المشاكل يلي بتصير ممكن تصير من خلال ما في عناية بالأسنان، ما في عناية على طول، ما في تشيك مع الدكتور كل فترة، ممكن يصير في هون مشكلات تؤدي لتشوه. هلا المشكله تشوه الأسنان يعني اكثر شيء ممكن يصير هو اما فقدان الأسنان او تطور مشاكل تقويمية اكثر لبعدين. بمعنى عندنا طفل ما عنده عناية فموية صح، اهله ما عم يديروا بال عليه صح، صار في عنده نكور بالأسنان، صار فقدان لسن من الأسنان،
كمان ما عم نراجع الطبيب شو اللي بيصير عنا الأسنان، ممكن يصير فيها انسلال الأسنان الخلفية للأسنان الأمامية، وبالتالي لما بدها تبزغ الأسنان الأمامية ما حتلاقي مجال إلا أنه تبزغ، وبالتالي حتتعقد المشكلة اللي هي كان ممكن تكون بسيطة أول شيء بلشت ممكن بمعالج للنخل أو ممكن تطورت لأنه حافظت مسافة تحفظ المكان، بعدين بتصير عنا مشكلة كبيرة ممكن تكون مشكلة تقويمية وممكن تكون معقدة ببعض الحالات. هي بالنسبة لسوء العناية. الأكثر من هيك مثل ما حكينا سوء العناية بتأثر على الجسم بشكل عام، يعني هي كتير عم نشاهدها وكتير أهالي بيجيبوا لنا طفل عمره مثلا 11 سنة أخذتوه لعند أخصائي تغذية أخذوه نحيف كتير عم يأكل وما طبعا طلعت مشكلة من طب شيء طبيعي لا عم يحسن يأكل ولا عم يتنى بالأكل والغذاء تبعه ما له صحي، مجرد أنه تعالج مجرد أنه رجع. أكثر من هيك كمان ودائما بحكيها بالمحاضرات حتى في أطفال بيصير معهم مشاكل، هلا الأطفال بتكون أقل من الكبار بس في حالات شاهدناها مش طريقة مشيهم طريقة قعدتهم ممكن يصير في معهم وجع. ليش؟ لأنه مثلا فقدان مجموعة من الأسنان وما عم يتعوض عليها، لهيك في عنا العضلات الجسم كلها هي موصولة ببعضها، يعني ما عنا أنه الرأس لحاله معلق لا في عنا عضلات الرقبة موصولة مع عضلات الرأس موصولة مع عضلات الظهر، لهيك ممكن هذا الشيء يؤدي لمشاكل أكثر من هيك. لهيك دائما هو الطفل أو حتى الإنسان هو كتلة متكاملة، أي مشكلة بمنطقة ممكن تؤدي لمشاكل بمناطق ثانية ومشاكل ممكن تكون كبيرة. صحيح. ودائما دكتور نحن بنحاول من خلال حضرتك مو بس نتعرف على أبرز هاي المشاكل أيضا ندور معك على الحلول. خلينا نحكي عن أبرز المعالجات إن كان للتشوهات سواء الخلقية أو حتى بنقص العناية. تمام. هلا بالنسبة للتشوهات الخلقية أو الوراثية هي علاجها بيختلف على حسب الحالة. يعني مثلا في عندنا مرض هو سوء تصنع أو سوء تشكل المينا اللي بتشمل غالبا اكمل الاسنان، هون ممكن يكون من بدايه ومن الاعمار الصغيره انه الطفل نتوج له كامل اسنانه لحتى نحافظ على البعد العمودي نحافظ على الوظيفه اللي عم يقوم فيها. في عندنا مشاكل ثانيه الحل بيكون لا، في عندنا مثلا سوء تشكل العاج وبدرجات كبيره، هون بنضطر انه نقلع كل اسنان الطفل الموجوده، ممكن نحط له حتى جهاز متحرك حتى هو الطفل الصغير، يعني هل مبدئيا لبين ما ممكن انه ينعمل له زرع بعدين. بالنسبة للمشاكل اللي بتتعلق بالعناية الفموية دائما الحل الأساسي هو الوقاية. الوقاية اللي بتبلش من عمر صغير من عمر 6 أشهر يفترض أو حتى قبل يفترض تبلش من أثناء فترة الحمل عن طريق الأم الحامل تهتم بغذائها، ما تتناول الأدوية غير وفقها، يعني أخذ استشارة دكتورة، تحاول قدر الإمكان تروق وتريح حالها ما تتعرض لضغوط نفسية، تخفف من التدخين أو الكحول إذا كان موجود. هي فترة الحمل. فترة الولادة بعد ولادة الطفل كمان ما تعطي أدوية، تحاول تخفف منها قدر الإمكان، ومن عمر 6 شهور يفترض نبلش بأنه نفرش أسنانه للطفل، يعني حد ما نستنى لحتى هو يعتمد على حاله وهو يصير يفرش اسنانه. لو كان في سنين صغار معلش نبلش له احنا فيهم، هو متعة للأم بتكون وبنفس الشيء بنكون عم نحافظ على اسنان الطفل. ونقطة كمان كثير هم بحب احكيها، مفهوم شائع انه او ما له معروف انه الطفل مو مباشرة بيبدل اسنانه، يعني بنلاحظ في عنا سن دائم اللي هي الرحلة الأولى الدائمة هي بتبزغ وراء الاسنان المؤقتة بدون ما يوقع أي سن. لهيك في كثير أهل ما بيدروا انه في عنا سن دائم موجود بالتم ويفترض انه نعتني فيه، وكثير اغلب النخور واغلب حالات الفقدان بيكون هالسن، لانه الطفل لسه صغير ما بيعرف يفرشي، بيفرشي بس الاسنان اللي على الواجهه اللي قدام وبيترك الاسنان اللي جوا، مع انه عندنا في سن دائم بده يخدمه هذا عمره كله. لهيك الاهل لازم يكون في عندهم وعي انه بعمر 5 سنين او 6 سنين عم يبزغ عنا سن بكل جهه، يعني عندنا 4 اسنان يفترض انه نعتني فيهم، طبعا غير الابتعاد عن العادات السيئه والغذاء الخاطئ، هذا اللي دائما بنوجه له. والشغله اللي كثير مهمه اللي دائما باكد عليها هي المراجعه الدوريه لطبيب الاسنان، اللي للاسف هالثقافه عندنا يعني اذا ما نوجع الشخص او حتى اذا ما ولول من وجعه ما بيراجعنا. لا فضايح، لا ما تضحكنا، كنا عم نحكي تحت الاول، هي مشكله عامه عند الكل اوقات، بس الفكره انه اذا راجعنا بشكل دوري ما بنوصل للشيء اللي بنخفف المشاكل، يعني هي الوز اللي ما بتحبيها اذا ممكن ما تنضطر الى نهائيا. صحيح. يمكن الاطفال حتى هنن يرفضوا انه يروحوا لعند الدكتور، يعني انا عندي بنتي قالت لي انه بدي اشيل سني بس لا تاخذيني لعند الدكتور، انا شيلي لي اياه انت، لا لازم تروحي لعند دكتور هو شلك يا لا ما بدي دكتور انت شلي. هلا هي هيك، هو ما عم تسمع منك او عم تسمع من ابوها او عم تسمع من رفقاتها اجباري.
بس هي الحاله كمان ممكن كثير تنحل انه تتاخذ معك اول فتره لعند الدكتور، يعني تشوف التجربه تبعك، تشوف كيف انت سعيده عنده، او اذا ما كنت سعيده تعملي حالك سعيده. تمام. بقى شوي شوي بتتعود، وكثير في اطفال على فكره هن بحبوا انه يجوا لعنا، خصوصي لما يكون متعاون الدكتور معهم، يكون دكتور ظريف، هن بيقولوا لا بدنا نروح لعند الدكتور. هي حتى كان الدكتور ملاك، دكتور الاسنان في له بس عند الاطفال عندك كثير، يعني انه انا بتنكرز للاسف. مضبوطه القصه. يعني على فكره في دراسات، احد الدراسات اللي صارت بالمانيا من تقريبا سنه 2018، لقيت انه الرهاب من طبيب الاسنان هو اكثر رهاب منتشر، اكثر من رهاب المرتفعات، اكثر من رهاب الحشرات، اكثر من رهاب الاماكن المغلقه. كان هو وفي له مصطلح علمي هو الدنتينوفوبيا، يعني الرهاب من طبيب الاسنان. هذا شيء واقع، بس يعني هلا شوي شوي وفي يعني مبشرات انه في وفي غير، يعني في كثير اجهزه وفي كثير شغلات عم تخفف شوي شوي من هذا الرهاب الموجود عندنا. صحيح. اضافه للرغبه صارت اللي موجوده عند اغلب المرضى انه بدنا، صاروا انه بدنا نحسن، بدنا نظبط. بقى في شيء انه بغطي على شيء. أكيد. نتمنى لك كل الصحة والسلامة. شكرا لك ولكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها دكتور. تسلم يا رب. الله يسلمك. شكرا لك. كنت معنا اليوم الدكتور عماد الأيوبي، أهلا وسهلا فيك. تسلم يا رب يا عميد، أهلا وسهلا.